اهلا بكم طلبة بريب 2 في قناتكم Let's Learn. ان شاء الله النهاردة هنراجع مع بعضينا اللي درسناه في بريب 1، فيلا بينا. اخذنا في بريب 1 مع بعضينا ازاي نعمل adding and subtracting algebraic expression. يلا بينا ناخد اول واحد 3x negative 2y positive 5 and x positive 2y negative 2. ازاي نعمل لها adding؟ كل القصة ان انا بدور على اي symbols x، هنا بشوف الاكس اللي مقابله في الناحية التانية او في الترم التاني، وبعد كده بعمل له اد بالقاعدة اللي احنا اخدناها السنة اللي فاتت، اللي هي ايه؟ اللي هي لما انا يكون عندي بوزيتيف، لما يكون عندي بوزيتيف الرقم عندي بوزيتيف بجمع عليه او بعمل اد مع بوزيتيف تاني، فالاجابة عندي بتكون ايه؟ الاشارة الناتج عندي بيكون الريزلت عندي بوزيتيف. لما بيكون عندي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف رقم تاني بتكون الريزلت عندي نيجاتيف. طب ايه ده؟ لما يكونوا الاشارات او الساينز اللي عندي متشابهين او سيميلر بعمل ايه؟ بعمل اد وباخد اشارة اللارجست. بعمل اد وباخد اشارة اللارجست. طب يلا فينا نطبق كده، يلا بينا. 3x من اللي مقابلها الناحية التانية عندنا x، هنا الإشارة بوزيتيف وهنا الإشارة عندي برضو بوزيتيف، بوزيتيف وبوزيتيف الاتنين بوزيتيف، التو سيميلر، يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل اد وبناخد الإشارة الكبيرة، وبناخد إشارة الكبيرة اللي هي 3x بلس x هيديني 4x. طب عندي مين تاني؟ عندي نيجاتيف 2y، ما ننساش ناخد الاشاره بتاعتها او الساين بتاعتها، نيجاتيف 2y بوزيتيف 2y. ايه اللي حصل لهم؟ اللي حصل لهم ان الساينز بتاعتهم ار ديفرنت، مختلفين، فلما تختلف الاشارات بعمل ايه؟ بعمل سبتراكت. نيجاتيف 2 بوزيتيف 2 هيديني 0، يبقى التو تيرمز دول هيبقى الاجابه بتاعتهم 0. طب عندي بوزيتيف 5 نيجاتيف 2، هما الاثنين ايه اللي حصل لهم؟ هما الاثنين ديفرنت، يبقى بعمل سبتراكت 5 2 يدينا 3، وهناخد الساين بتاعت الكبيره اللي هي مين؟ اشاره الكبير اللي هي البوزيتيف، يبقى الاجابه عندي هتبقى ايه؟ 4x بوزيتيف 3. 4x positive 3. يلا ناخد بقى another example. عندي 3m negative 4m positive 5n and 4m negative 5n negative l. كل اللي انا هعمله برضو ان انا ايه؟ هاخد ال 3l مع negative l، هعمل لهم add. عندي 3l بالبوزيتيف، negative l بالنيجاتيف 1، يبقى 3l negative l هتديني ايه؟ هتديني 2l، هيديني ايه شطار؟ بريب 2 هيديني 2L. طب ايه بعدين كمان؟ هناخد نيجاتيف 4M مع اختها اللي هي 4M. عندي نيجاتيف 4 بوزيتيف 4، طبعا الانسر بتاعتها هتبقى 0، برافو عليكم. عندي بوزيتيف 5N نيجاتيف 5N، هما الاثنين بوزيتيف 5 نيجاتيف 5، يبقى هيطيروا بعض، يبقى الانسر عندي 2L. يا رب تكونوا فاهمين بريب 2. طب هناخد another example 3n بار 2 positive 5n negative 6 and n بار 2 negative 3n positive 3. طبعا هناخد اول واحد 3n بار 2 and n بار 2، هناخدهم مع بعضهم، هنعمل لهم add 3 بالبوزيتيف و n باور 2 اولها 1 بالبوزيتيف برضو، يبقى الاجابه عندي والانسر عندي بتحت ايه؟ هتبقى 4 n باور 2. شطار بريب 2. 5 n مع
negative 3n. عندي ال 5 بالبوزيتيف وال 3 بالنيجاتيف يبقى هيديني ايه 5 minus 3 يبقى هيديني positive 2. ممتاز. prep 2 اي كمان عندي negative 6 positive 3. negative 6 positive 3 واحدة بالنيجاتيف والتانية بالبوزيتيف يبقى r different. يبقى هنعمل subtract and take the greatest of number وهناخد الساين بتاعت الجريتست يبقى 6 minus 3 يديني 3 وإشارة الكبير اللي هي 6 تبقى نيجاتيف. ده طبعا هنسيبه لبعض هوم وورك للشطار طلبة بريب 2 هيسيبوا لنا في الكومنتات. another slide اخدنا مع بعضينا كمان في بريب 2 في بريب 1 المالتيبلاينج اند ديفايدنج الجبريك تيرم. يلا بينا كده ناخد اول واحده بتقول ايه 5x times 3y 5x times 3y. طبعا بنعمل تايمز للنمبرز الاول ف 5 times 3 equal 15 و x times y equal xy. عندي negative 3a times 7c. طبعا قلنا ان نيجاتيف تايمز بوزيتيف احنا هنا بنعمل تايمز وقلنا لما يكون السيميلر لما يكونوا سيميلر فالانسر بتبقى بوزيتيف لما يكونوا الاشارات مختلفين ديفرنت فتبقى الانسر بتاعت نيجاتيف. فنيجاتيف 3 تايمز 7 هيديني نيجاتيف 21 لما يكونوا سيميلر علشان الناس الشاطرة ما تنساش لما يكونوا similar الإجابة بتاعتي هتبقى positive ولما يكونوا different الإجابة بتاعتي هتبقى negative. دايما نحفظها positive times positive يديني positive negative times negative يديني positive برضو. طب negative 3a times 7 طبعا similar يبقى طبعا different sign فهيديني negative 21 negative 21 و a times c هتديني a c. هناخد واحدة تاني 2x times 3x. اول حاجة اطلع على الساين الساين different يا مس يبقى الاجابة عندي والانصر عندي هتبقى بالنيجاتيف 2 times negative 3 هيديني طبعا negative 6 negative 6 وعندي x times x كلنا عارفين يا شطار يا بريب 2 ان احنا لما بيكون عندي x و x فبنعمل ايه بناخد x واحدة وبنعمل add للباور دي باورها ب1 ودي باورها ب1 يبقى الاجابة عندي ايه 1 plus 1 يبقى يديني 2 يبقى الاجابة عندي x power 2. another example negative 8 y power 5 times negative 7 y power 4. طبعا هنا هما الاثنين الاشارات بتاعتهم متشابهة يبقى على طول في دماغي ان الانسر بتاعتي هتبقى positive. 8 times 7 هيديني 56 y times power 5 y power 4 هنعمل add للباور 5 plus 4 هيديني 9 يبقى هتديني 56 y power 9. وطبعا prep 2 هياخدوا التو examples دول homework. عندي الانتجرز هعمل له divided 6a divided by 2 هي نفس التايمز زي ما كنت بعمل بالتايمز هعمل هنا ف6 divided by 2 هيديني 3a 10c divided by 2c هاخد برضو 10 divided by 2 اللي هي هتطلع لي عندي كام ال5 وده ممكن اكتبها بنفس الاسلوب ده للناس اللي هي مش بتحب الطريقة الهوريزنتال او الطريقة الافقية ان انا اعملها طريقة ايه vertical طريقة رأسية 10 divided by 2 يديني 5 و c power 1
و C divided C تاني من تحت power 1. وإحنا كلنا عارفين إن أنا في divided بعمل subtract، في divided بعمل subtract، ف C هتبقى 1 minus 1 هيديني 0. وأنا عارف من prep 2 من prep 1 sorry إن أي حاجة 3 أي حاجة باورها 0 بيبقى الإجابة عندي 1، فكأن 5 times 1 اللي هي 5. عندي 12 x divided by negative x، طبعا ال 12 بالبوزيتيف والاكس بالنيجاتيف، يبقى هنا سيميلر هنا ديفرنت، فهيبقوا ايه الاجابه بالانسر بالنيجاتيف. و 12 divided 1 ب 12 والاكس هتروح مع الاكس. عندي نيجاتيف 14 x باور 2 divided by 7 x، نيجاتيف 14 divided 7 هيديني نيجاتيف 2، و x باور 2 divided x كاني بقول x 2 minus 1 اللي هي هتبقى الانسر عندي ايه x. هعمل subtract للباور 2 minus 1 اللي هي الاجابة عندي مين x. نيجاتيف 25 a باور 6 divided نيجاتيف 5 a باور 2، عندي الساين هنا R similar يبقى هيديني إشارة positive. 25 divided by 5 هيديني 5، و A power 6 divided A power 2 يبقى 6 minus 2 هيديني A power 4. يا رب نكون فاهمين يا prep 2 أو على الأقل متذكرين اللي أخدناه في prep 1. هنا عندي شكل تاني من أنواع الأسئلة، A times A plus 1. كل اللي انا هعمله هنا ان انا هتعب معايا ال A اللي من قدام دي مرتين، مرة هعمل لها times مع ال A ومرة هعمل لها times مع ال 1. ف A times A يديني A power 2 و A times 1 يديني A على طول. A هتعبها مرتين هتديني A power 2 و minus او negative 2A. برافو عليكم بريب 2. كمان عندي 3x هتعبها كمان عندي مرتين، ف 3x times 7y هيديني 3 times 7 هيديني 21، و x times y هيديني xy. three x times negative four z هتديني three times four هيديني 12، x times z هيديني x z. example four بيقول لي negative three y negative three times y positive three، يبقى negative three times y هيديني negative three y، negative three times positive three طبعا هيديني negative nine. negative c هنتعبها معنا مرتين، مرة مع 7 ومرة مع negative 3، فنيجاتيف C times 7 هيديني negative 14 C، ونيجاتيف times negative 3 هيديني positive 6 طبعا، لأن احنا لسه قايلين negative times negative هيديني positive 6، و C times C هنعمل add للباور هتديني C power 2، يبقى 6 C power 2. هنعمل هنا simplest يعني بسط، يعني كل الحكاية ان انا هعمل times للبراكتس دي مع بعضها، وبعد كده اشوف السيمبلز المتشابهة اعمل لها add او اعمل لها subtract. طبعا عندي 3a هتعبها كمان معايا مرتين، 3a times a يديني 3a power a 3a power 2، 3a times negative p هتديني 3a ab، وكمان ما انساش اللي ما بينهم negative. 4a times 2a، 4 times 2 هيديني 8، و 8 times a هتديني a power 2. 4a times b هيديني 4ab positive 4ab. هعمل ايه؟ هجمع كل واحد شبه يعني كل واحد شبه اخوه انا هاخده معاه. a power 2 مع a power 2، هنا عندي 3 وهنا عندي 8، يبقى هعمل لهم add 11 a power 2. محدش يجي يقول لي يا prep 2 ان هتبقى a power 4، لا انا هنا بعمل add ما بعملش times.
طب عندي نيجاتيف 3AB وبوزيتيف AB، نيجاتيف 3 وبوزيتيف 4، نيجاتيف 3 بوزيتيف 4 يبقى الإجابة عندي بوزيتيف 1، وال1 ما بيتكتبش بس هكتب مكانه بوزيتيف AB. هناخد دي هوم وورك، يا ريت نحلها ونكتبها في الكومنتات يا بريبتو يا شطار. انذر سلايد، مالتيبلاينج ا باينومينال باي ان الجبريك اكسبريشن. كنا بنقول ان احنا بناخد اول واحد تايمز اول واحد، فيرست تايمز فيرست، سكند تايمز سكند، وبناخد الاثنين اللي في النص بنعمل لهم تايمز مع بعضهم، وبناخد الاثنين اللي على الاطراف بعمل لهم تايمز مع بعضهم، وبنعمل اد او سبتراكت على حسب الساينز اللي عندي. ايه ده مس احنا كده مش فاهمين. طب هناخد مثال صغير عندنا علشان نفهم بيه بريبتو. عندي x plus 3 times x plus 2، x plus 3 times x plus 2. هناخد first times first، x times x يديني x power 2، second times second اللي هي 3 times 2 هيديني 6. ما ننساش البوزيتيف بتاعتي. طب هنعمل ايه في الترم اللي في النص ده؟ هجيبه ازاي؟ هاخد هنغير بس اللون بتاع القلم علشان ايه نميز بس ايه الترم اللي في النص ده. هناخد الاثنين اللي في النص 3x 3 times x هيديني 3x، وعندي x times 2 هتديني بوزيتيف 2x. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل لهم اد مع بعضهم، بوزيتيف 3x مع بوزيتيف 2x هيديني بوزيتيف 5x. محدش يقول لي ان هتبقى 5x باور 2 كده غلط. لو قلنا x باور 2 لان انا هنا بعمل اد، اوعى تنسى انا ما بعملش يا بريب 2 ملتبلاي علشان اعمل اد للباور. اوكي بريب 2 يا رب نكون فاهمين.